على فكرة انت صاحب وسخ، عشان تخلي صاحبك يغضب ربنا ويعمل كارد. ما ضربتوش على ايده، بعدين انت ما تتدخلش بينه وبين صاحبي. صاحبك خلاص يلا عشان هو جاي. يا استاذ احمد ده مش صاحبك، ما تقولش عليه صاحبك تاني، صاحبك الصح اللي ما يودكش للطريق الغلط. يا عم احنا في ولا ايه؟ وانت ايه اللي دخلك؟ ما تتدخلش في حاجه بيني وبين صاحبي، انت اخرك هنا تشوف شغلك وبس. براحتك يا استاذ احمد. اللي انت بتتكلم عليه ده انقذني، كنت هعمل ايه في موقف زي ده؟ كنت هصرف على ابويا ازاي اصلا؟ ممكن لو ما كنتش خدت الكارد ده ابوك ما كانش تعب يا اخي. بس عشان انت باين عليك هتعبك في الكلام. المهم يا احمد ابوك عامل ايه يا عم؟ ايه اللي حصل؟ ده حصل كتير يا شهاب، ده الفلوس الكارد اللي احنا عملناها صرفت على ابويا كلها ومحتاج 65,000 عليها تاني. يا احمد انت مش هينفع تسيب ابوك كده. يا عم شوف اي حاجه في المحل بيعها. يا عم هو المحل فيه ايه ابيعه؟ ده انا حسبت البضاعه اللي في المحل كلها مش مكمله 30,000. طب والايفونات اللي انت عارضها بره دي؟ يا عم دي كراتين، يعني هي لو ايفونات حقيقه ما انا زماني بعتها من بدري. بقول لك ايه طيب، قريبك ده ما ينفعش يعمل كارد تاني؟ ولا ما ينفعش، بس عادي ما تقلقش، انا اعرف واحد تاني، تعال نروح له. ايه يا ماما انا بتصرف في فلوس اهو. ماشي سلام، يلا نروح له عشان نكسب وقت. السلام عليكم، معلش كنت بسال على المحل بتاع احمد الاسطوره بتاع الموبايلات. ثالث محل على الشمال. الف شكر يا غالي. الله يخليك، اتفضل. بقول لك ايه يا غالي، مش ده محل احمد الاسطوره؟ اتفضل، هو راح مشوار وجاي. انا هبلغ رساله الهان، هو اخر عليا بفلوس القسط 5 ايام، قول له ما جبتش فلوس النهارده هو هيشكيك.